هنا لما بنتكلم على بطولات لازم اشكر كابتن رؤوف عبد القادر، برضو الراجل يعني برضو خدم النادي وهو لسه لاعب ثم تدرج مدرب ولاعب ومدرب ومدير فني وتدرج لغايه ما وصل مدير النشاط الرياضي، حقق حاجات كتير مش هو لوحده، هو وكل المجموعه اللي معاه، المجموعه اللي معاه اللي هم كلهم ناس اشتغلوا برضو باخلاص عشان نحصد في الاخر عدد البطولات اللي حضراتكم شفتوها دي، فانا بشكره جدا يعني.